اسعد الله اوقاتكم متابعينا مشاهدينا الكرام، حياكم الله زملائي في الاستديو، ارحب بكم في هذه الفقره المميزه، فقره سوقنا طبعا على برنامجكم مرنا صباح الشارقه. ان شاء الله نشوفون اليوم ويانا، طبعا احنا متواجدين في قسم الخضار والفواكه، نتعرف فيها وياكم على اسعار الخضار والفواكه المعروضه مع اخونا ابراهيم. هنا ابراهيم ما شاء الله مجهز المحل مرتب لنا وحتى راشد ماي على الخضار. ابراهيم كيف حالك؟ زين الحمد طيب يعطيك العافيه. ابراهيم ليش تحطون ماي على الخضار؟ عشان يبين جديد ولا عشان ماي بس؟ لا هذا ماي ما يسوي بعد طيبان كله بعد استوي يذبل يعني يذبل بعد ما يسوي بعد يفتح بعد كله. ما شاء الله زين يعني تحطون ماي على اساس انه يتم الخضار رطبه. مشاهدينا الكرام اذا ما عليها ماي طبعا تجف وتستوي لينه كذا وتخترب سبحان الله. زين الورقيات على كم يا ابراهيم؟ كل الرياح لوحة درهم كل درهم. درهم كل على درهم. هذه الورقيات دوم سعرها على درهم مشاهدينا الكرام، من الرويد والجرجير والنعناع هناك والكزبره والانواع المختلفه والشبت ونسير ياك بعد عندنا الخس، بس الخس اللي هو شوي يفترق سعر شوي غير صح؟ كم؟ لا 4 ريال كيلو بعد 4 دراهم كيلو 4 درهم يعني بقى. قبل اسبوعين كان 5 و6 دراهم الحين نزل نزل الحين 4 دراهم. نعم 4 دراهم عندنا والفجل فجل درهم وهذا درهم على درهم الفجل على درهم. انزين ابراهيم تعال خبرنا شو عندك هنا، يواني بصل شو عندك؟ بطاطا في بصل في طماطه في كل في موجود موجود. انزين البطاطا على كم اليوم ما شاء الله؟ بطاطا هذا 15 ريال 15 درهم، وهذاك اللي هناك محطوط كيلو 3 ريال بعد. هذاك ملوين هذا مال لبنان لبنان وباكستان عندك؟ باكستان في هذا ما شاء الله مصر في هذا من مصر عندنا من باكستان من لبنان تشكيله طبعا من البطاط. انزين والطماط على كم اليوم؟ طماط العماني هذا 15 15 صندوق كان من فتره على 20 مشاهدين الكرام لكن نزل حاليا الى 15 درهم. وعندنا شو بعد الاردني المحلي شو عندنا بعد المحلي في بعد الاردني في كم عند المحلي كم عندنا اليوم؟ في كم شيء 20 صندوق هذا 25 عمان 15 نعم بالمصري في 20 ريال ما شاء الله. هاي يعني نبدا نقول من 20 لين 15 درهم اسعار اليوم كصناديق طماط عندنا مشاهدين الكرام. تعال نسير ياك قدام يا ابراهيم خبرنا الفندال هذا محلي ولا المصري هذا؟ لا مال مصر هذا مال مصر على كم؟ كيلو 7 ريال 7 دراهم 7 دراهم عندنا الفندال. والليمون ليمون في 6 ريال كيلو هذا برازيلي؟ ايه البرازيلي هذا بدون بذر هذا؟ ايه بدون بذر هذا. وهذا مال الهندي 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 وعندنا وهني عندنا طبعا البرازيلي وهذه عندنا طبعا مشاهدينا الكرام الحلبه. شوفوا هذه الحلبه ما شاء الله على كم الربطه؟ درهم بعد؟ درهم واحد درهم. هذه بعد على درهم الحلبه هذه الصغيره مثل ما تشوفون عندنا هنا. والبصل الابيض كم؟ 4 ريال 5 ريال 4 الى 5 درهم تقريبا. هذا اسعار تكون دائما. شكرا يا ابراهيم بارك الله فيك. بنكمل وياكم بعد مشاهدين الكرام بنشوف المحلات الثانيه شو عندنا من الفواكه الموجوده. بنشوف وياكم هني هذا المحل هنا ما شاء الله عنده انواع مختلفه من الفواكه. عندنا هني شوفوا النبج بس صاحب المحل مو موجود ما شاء الله ما نعرف كم يمكن اظني على العشر. كم النبج ابوي؟ 10 ولا كم؟ 10 و8 دراهم. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ زين طيب يعطيك العافيه. على 10 وعلى 8 دراهم أيوة. محلي باكستاني شو هذا؟ محلي محلي مال عمان عماني عندنا الكبار وهنا المحلي. هني على كم هذا؟ 8 8 دراهم وهني 10 دراهم. طبعا هذا النبج وصل ما شاء الله عندنا مشاهدينا الكرام بغيتوا الصغار او بغيتوا الكبار طبعا متواجد عندنا هني بكميه طيبه بين 8 و10 دراهم. شو عندنا اليوم السنطره على كم ما شاء الله؟ 6 درهم كيلو 6 دراهم. وهذا الشمام الهندي؟ شمام هندي شمام الهندي كم بعد وصل؟ 5 درهم 5 دراهم. هنبه حلية موجود شو عندنا اكثر شيء في السوق؟ نعم هنبه شو موجود؟ كيني مصري شو موجود؟ ايوه كينيا في مصري في نعم. استراليا في كم الاسعار؟ مصري كم مثلا يبدا سعر اليوم؟ مصري 15 درهم 15 كيلو. صندوق؟ صندوق ب 40 درهم 40. وهذاك اللي فوق شو؟ هذا ب 8 درهم مال كينيا. هذا الكيني كينيا. والاسترالي؟ استرالي ب 18 ما شاء الله 18 الى 15. الحين اغلى نوع عندنا الاسترالي. استرالي اغلى نوع اغلى نوع عندنا الاسترالي مشاهدينا الكرام. بنكمل وياكم شكرا بارك الله فيك. طبعا هالمحل حصلنا عنده نبج ونشوف محلات ثانيه شو نحصل عندهم من الخضار والفواكه. وهني بعد عندنا هذا المحل ما شاء الله. السلام عليكم كيف حالك؟ شو اخبارك؟ طيب تعال ابوي هنا ما شاء الله اليوم شو مسوي انت؟ حاط كل باذنجان. خبرنا شو الاسعار اليوم؟ هذا فيه 4 دراهم الكبار والصغار؟ الصغار 6 6 دراهم. وهذاك 7 هذا محلي كله ولا عماني عندنا؟ عماني. وهذا اليزر الهندي هندي كم بعد واصل؟ 7 دراهم ما شاء الله. عندنا الزهره؟ زهره 7 دراهم الزهره. والفندال هذا المصري؟ مصري 7 كم؟ 7 دراهم. انزين والفلفل الاخضر البارد؟ 5 دراهم. يزر هذا استرالي ولا الصيني؟ صيني. على كم بعد؟ 4 دراهم. وخيار؟ يا في اللي 4 بعد. انزين تعال مسير شوف وياك الطماط اليوم شو عندنا؟ عندنا هندي محلي عماني هذا عماني ايراني عماني كم سعرهم بعد ما شاء الله؟ 20 الصندوق 20 وبعد كم؟
25. اغلى شيء كم عندنا اليوم؟ 25. 25 واقل 18. بين 20 الى 18 درهم اليوم اسعار صناديق الطماط. مشاهدين الكرام مثل ما سمعتوا جزاك الله خير، بنكمل وياكم قدام ما شاء الله، الورقيات متوفره والفواكه موجوده، بنسير وياكم قدام مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وهني بعد عندنا نبج هني موجود. السلام عليكم. كيف حالك؟ شو الاخبار؟ ما شاء الله نبج عندك بعد هنا. أيوة. كل مكان الحين نبج ولا كم من محل بس؟ لا كله بسم الله. على كم الحين؟ كيلو 8 8 درهم؟ 8 الى 10 في هالحجم ولا كبار بعد في عندك؟ هذا حلو زياده، هذا حلو زياده ما شاء الله. هذا اليوم على 8 دراهم. 8 درهم زين. سنطره على كم هنا؟ 8 دراهم. وهذا بعد؟ هذا 6 دراهم. 6 دراهم هذا 6 وهذا 8. 6 و8 دراهم عندنا اليوم. وهذا ملوين ما شاء الله. تركي. على كم؟ على كم بعد؟ كرتون 15 درهم. زين وعندنا الجوافه او جوافه صندوق 15. 15 الصندوق 15. عندنا الفراوله كم الحين وصل سعره؟ 4 دراهم اليوم. 4 دراهم. العلب هذه الصغيره على 4 دراهم، في علب شويه اكبر عندهم بعد مشاهدي الكرام يكون سعرهم بين 6 دراهم، لكن المتوفر عندنا الحين الصغار على 4 دراهم. واليحدنا ملوين هذا؟ يا مال عمان. مال عمان؟ يمين مباراتنا. خلاص الحين ما في موسم الحين بارد الحين. كم بيكون سعر الكيلو؟ درهمين ونص. درهمين ونص، درهمين ونص، جزاك الله خير. طبعا اليح مشاهدي الكرام اكثر شيء يعني عليه طلب او موسم يكون عندنا في الصيف، عقب الصيف طبعا يكون موجود، لكن طعمه سبحان الله ما يكون وايد حلو مثل ما يكون في الصيف. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب. ما شاء الله طماط عندك اليوم، خبرنا شو الطماط؟ طماطم الأردني من عمان. نعم. من الإمارات من أذربيجان. عطني أغلى شيء وأرخص شيء، شو عندك أغلى شيء؟ عماني. كم؟ 15. 15 وأرخص شيء؟ 20 من الأردني. يعني أنت الحين عكست الموضوع، أنا أقول لك الغالي أول شيء غالي من عماني على 15. 15 بعد مصر لأن الغالي 15 والرخيص 20. على كم بعد؟ هذه 12. 12 12 يعني نقول 20 12 15 درهم. أيوه. اليوم هذه الاسعار الموجوده اليوم من 20 و12 الى 15 25. والمحلي على 25. 25 درهم عندنا المحلي. مشاهدينا الكرام ما شاء الله. وهني البصل الابيض كم بعد هذا؟ 4 ريال. 4 دراهم. أيوه. 4 دراهم اليوم عندنا البصل الابيض مشاهدينا مثل ما تشوفون. والشبت كم وصل الحين؟ درهمين ولا درهم؟ درهم. درهم. جت فتره شوي كان غالي درهمين. غالي رمضان يجي غالي هذا. ايوه كان شوي غالي من فتره، لكن الحين الموسم يجي شوي غالي. يوم يسوي حار الجو حار ينزل يزيد السعر. سنه 3 شهر بس. بس عقب زين. باقي 9 شهر اوكي. ما شاء الله. انزين تعال خلينا نسير وياك قدام، خبرنا عن هالباذنجان ما شاء الله. شوفوا اللون ما شاء الله يلفت الانظار من بعيد. هذا محلي؟ ايه. محلي كم بعد؟ 6 دراهم كيلو. 6 دراهم. 6 دراهم. وهذا عندنا الخس الصيني صح هذا؟ ايوه. هذا الخس الصيني مشاهدينا الكرام كم سعره؟ 6 دراهم. 6 دراهم. 6 دراهم عندنا الخس الصيني بعد موجود هني. زين وهذا شو بعد؟ برزلة. بازلة. برزلة. على كم ما شاء الله؟ 12 ريال كيلو. هذه ولا بالكيلو؟ كامل 20. كامل كامل ب 20. 20. كامل ب 20 والكيلو على 12. 2 ونص كيلو. درهمين ونص. درهمين ونص ما شاء الله عندنا الكيلو. طبعا بازلة هاي فنانة معروفة. ملوين هذه الهند؟ من الهند. هذه باكستاني؟ باكستان. من الباكستان. انزين وعندك الشلغم والشمندر هنا؟ من الامارات. محلي؟ 4 و4 دراهم. من العماني. فندال. فندال المحلي كم؟ كيلو 8. 8 دراهم؟ اي 8 دراهم. والشلغم والشمندر مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام جزاك الله خير. بنسير وياكم قدام بنشوف عندنا هني هذا هني عندهم السيداف، كان حد يبغى سيداف مشاهدينا الكرام. هذا السيداف موجود، هذه ها كمية طيبة من السيداف اللي يبغى السيداف. السيداف طبعا أكثر شيء يسوونه حق السلطة وياكلون هي السمك فنان بعد في مثل شر الحموضة. وهني عندنا بعد تشكيلة من الخضار والفواكه. بنكمل وياكم قدام بنشوف المحلات الثانية. السلام عليكم. كيف حالك؟ النبج عندك ولا عند جارك؟ وين ريال موجود؟ ما شاء الله. كم النبج؟ أنت عارف كم عندك كم السعر؟ هذا كله 8. 8 دراهم. 8 دراهم. شوفوا النبج مشاهدينا اللي حصلناه في هذا المحل ما شاء الله. شوف شوفوا الاحجام على 8 دراهم. هذا المحلي ولا الباكستاني؟ هذا لا محلي. محلي هذا محلي. محلي على 8 دراهم. محلي على 8 دراهم. شوفوا الاحجام ما شاء الله. موسم النبج بدا الحين يوصل عندنا النبج هنا ما شاء الله مشاهدينا، قام يتوزع على بعض المحلات. شوفوا النبج هنا على 8 دراهم. بنشوف وياكم بعد المحلات الثانيه مشاهدينا. هنا عندنا مجموعه او تشكيله من الفواكه بعد الطيبه. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب مرحبا. كيف حالك؟ ما شاء الله. تعال خبرنا شو العنب اليوم كم عندك الاسعار؟ 15. 15 درهم. 15 درهم عندنا العنب. وهذا عندنا هنا الاسترالي المانجا الاسترالي. هذا 18 كيلو. 18 درهم. شوفوا هذا مشاهدي الكرام اللي يميز المانجا الاستراليه اللون. طبعا شوفوا يجيكم لون شوي اصفر ويجيكم اللون الثاني هنا هذا شبه البرتقالي.
وعندنا هذا اللي تينا من هذا من كينيا. هذا كينيا. هذا الكيني. تناف. وهذا كي فوق. هذا غانا. غانا. عندنا غانا وعندنا كينيا وهذا المصري. مصر. وهذا الأسترالي. أسترالي. أسترالي كم صندوق؟ صندوق هذا 125. 125 وعندنا هذا من وين؟ 35. كينيا هذا 35. غانا. هذا 45. 45 المصري. هذا 40. 40 درهم. المصري اليوم. 40 ل 42. 40. 40 درهم. إنزين وهاي الصندوق الفراولة كم؟ هذا 25. 25 درهم والموز عندنا ما شاء الله 5 درهم. 5 درهم. جزاك الله خير متابعينا مشاهدينا الكرام. طبعا اخذنا جوله وياكم في عدد من المحلات استعرضنا فيها وياكم بدايه اسعار الخضار ولاحظتوا اليوم اسعار الطماط عندنا تبدا من 25 لغايه ال 15 وفي محلات ثانيه من 12 لين 25 وفي على 20 لغايه 18 درهم. اما بالنسبه للفواكه الثانيه طبعا ثابته ما عدا عندنا الهمبه اللي هي الحين موسمها طبعا اللي هو الاسترالي اكثر شيء موجود عندنا والكيني. اما المصري خلاص نهايه موسمه فوصل سعر صندوق في بين محلات يبيعونه ب 40 45 كيلو من 10 إلى 15 درهم. يعطيكم العافية متابعينا ومشاهدين الكرام. نتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد ونشوفكم في حلقة قادمة. نرجع نكمل باقي فقراتنا مع السادة الزملاء في الاستديو. حياكم الله ومع السلامة.